وينضم إلينا من الجزائر مراسل الغد حسان جزائري. حسان، يعني ما هي حيثيات أو ما جاء في تحقيق القضاء الجزائري الخاص بهذه المحاكمة؟ نعم، صباح الخير. تشرع اليوم محكمة سيدي محمد في فتح ملف جديد متعلق بالفساد في قطاع السياحة، حيث تدور الحيثيات حول تورط الوزير الأول السابق أحمد يحيى وكذا الوزيرين السابقين للنقل والأشغال العمومية عمار غول وعبد الغاني زعلان، تورطوا في حيثيات تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وكذا تبديد أموال عمومية لصالح رجل الأعمال فسيح محمد في إطار مشاريع سياحية قدمت له، حيث قدمت له أراضي بالدينار الرمزي وتسهيلات اعتبرها التحقيق القضائي بأنها تسهيلات وامتيازات غير مستحقة وفيها تعارض مصالح بين الأطراف المشتركة في هذه الجنحة. كما يتورط في هذه القضية أيضا ولاة سابقون لولاية سكيكدا شرق الجزائر العاصمة، ومعروفة بأن هذه الولاية هي ولاية ساحلية وكانت فيها عدة مشاريع سياحية كان من المنتظر أن تدعم هذا القطاع من أجل إنعاشه، حيث كانت تراهن عليه الحكومة في سنواتها السابقة حتى يكون دخلا بديلا للمحروقات، لكن يبدو أن تلك المشاريع ذهبت هكذا فقط دون أن تتجسد في أرض الواقع مقابل خسائر كبيرة سجلتها الخزينة العمومية. وهذه القضية هي القضية الخامسة التي يمثل فيها الوزير الأول أحمد يحيى، حيث صدرت في حقه من قبل عدة أحكام قضائية في قضايا فساد متفرقة وتمس عدة قطاعات مختلفة. نعم حسان، يعني هناك مصادر إعلامية أشارت إلى احتمالية تأجيل هذه المحاكمة، ما مدى صحة هذه الأقاويل؟ نعم، هذه المحاكمة تأجلت لمرتين من قبل، أولا بسبب المرة الأولى حيث أن المتهمين في القضية كانوا يحاكمون في قضايا أخرى ولهذا أجلها القضاء، أما المرة الثانية بسبب إصابة بعض المحامين بفيروس كورونا. والآن بعض المصادر تتحدث عن إمكانية التأجيل خاصة أن الظروف الحالية غير مناسبة، حيث أن حتى الوزير الأول أحمد يحيى سيتابع في قضية أخرى وهي متعلقة بقضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في القضية، حيث سيفتح الأسبوع المقبل مجلس قضاء الجزائر هذا الملف من جديد. وربما تعدد هذه القضايا لا يسمح للمحكمة بأن يمثل المتهم في عدة قضايا في فترة واحدة، وهذا ما سيجعل المحكمة تتجه نحو تأجيل القضية. نعم حسان جزائري مراسل الغد، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك.